بيان مشترك للكتل البرلمانية الجزائرية يحذر السلطة المستقلة للانتخابات من التأثير على مصداقية انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشيوخ. البيان الثاني من نوعه تضمن لغة شديدة اللهجة ومطالبات للسلطة المستقلة بفتح الباب أمام الأحزاب لطرح أسماء لمرشحين بديلة عن تلك التي استبعدت من قوائمها قبل انتهاء المهلة المحددة في الخامس من الشهر المقبل. ندعو السلطة لضرورة العدول عن هذا القرار الذي لم نرى له أي تعليمة أو مذكرة، وإنما هو قرار فقط من طرف المندوبيات بعدم استلام التزكيات بالنسبة لاستخلاف المترشحين المقصيين. أحزاب الأغلبية البرلمانية أعربت عن تخوفها من مواصلة السلطة المستقلة تجاهل مطالبها باستبدال المرشحين المستبعدين في ظل صمت باقي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة. لا نريد أن تؤول أمور إلى الانسداد، ونعمل على لا تؤول إلى الانسداد، ولكن دائما مثل هذه الممارسات نرفضها. فمن غير الطبيعي أن حزب مثلا يعد له الأغلبية في ولاية ما وله نسبة حظوظ نجاح قوية جدا يقصى مرشحه بدون مبررات قوية جدا حسب المادة 225 التي تنص على أن الاستخلاف يكون في حالتين فقط، وهي إما الوفاة أو المانع الشرعي. انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشيوخ رهان حزبي مصيري لأحزاب الموالاة الطامحة إلى المحافظة على أغلبيتها التقليدية، فيما تعول القوائم المستقلة والأحزاب الفتية في الانتخابات المقبلة على حصد أكبر عدد من المقاعد في الغرفة العليا للبرلمان. انتخابات تجديد مجلس الشيوخ أو ما يعرف بالغرفة العليا للبرلمان الجزائري يبدو أنها تتجه نحو طريق مسدود، فالسلطة المستقلة تتمسك برفض الأسماء المقترحة وتغلق الباب أمام الأحزاب السياسية المتصارعة على الأغلبية البرلمانية، خطوة تفتح الباب على مصراعيه أمام المستقلين لخوض الانتخابات النصفية في الجزائر. سفيان مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين.